حال. هذا جانب. الجانب الأكثر إلى من هو وفاة اللواء والوزير الراحل محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق والمحافظ الأشهر الذي تولى مهام منصب محافظ الإسكندرية، واللي أطلق عليه المواطنون عبد السلام المحبوب. علاقتي باللواء عبد السلام المحجوب من أكثر من 35 سنة، عرفته واقتربت منه. كان واحدا من كبار ضباط المخابرات المصرية، المخابرات المصرية اللي أدت أدوار تاريخية لن تنسى، واللي ما زالت تتواصل عبر هذا الطريق. كان عبد السلام المحجوب واحدا من هؤلاء الرجال. كانت أدواره اللي احنا شفناها لما صلاح قبيل يعني جسد دوره في مسلسل دموع في عيون وقحة وغيره وغيره، كل دي كانت شواهد. عبد السلام المحجوب كان متواصل مع كل الناس، إنسان مسالم ومتسامح، زي ما ابنته قالت هذا الكلام ورأينا ذلك رأي العين. عبد السلام المحجوب ربنا يجازيه خيرا على كل ما قدمه. النهاردة يمكن في عزاء في الإسكندرية، وأول أمس كان في عزاء هنا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد، حضرته كل الفعاليات والناس وأصدقائه ومن عرفوه، وحضروا أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. تقرير ثم نعود إليكم.